وانا بتكلم على احمد غريب هيبقى كمان معدله التهديفي كبير قوي. ادي احمد سيد غريب ممكن يعلقها من فوقيه، يا ولد يا لعيب الفكره حلوه، جول 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 يا ولد يا لعيب، بتاع الصعب كله يضيع السهل ويجيب الصعب. احمد سيد غريب لسه بتكلم عليه، بقول لو احمد سيد غريب ركز في كل الكور اللي بتجيله هيبقى معدله التهديفي عالي جدا. جايب النهارده هوت الراجل هدفين، هدف في الدقيقه 26 وهدف في الدقيقه 66، حطها حلو وعلقها لعبتها معاه. ادي الكره اهي شالها كده وعمل له تشيب حلو قوي احمد اشرف لاعب الوسط، وهو كمان يشيلها من فوق الحارس علي عادل عشان يسجل رابع اهداف النادي الاهلي في لقاء اليوم. يبقى اربع